السلام عليكم ورحمة الله. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اليوم محمد هشام، محلل أسواق المال بمجموعة إيكوتي، في محاضرة بعنوان أساسيات التداول التوافقي أو أساسيات تداول الهارمونيك. كنا اتكلمنا في الأسابيع الأخيرة عن النماذج بشكل منفرد في محاضرات منفصلة، وتعرفنا ازاي النموذج بيتكون وازاي بنتداول عليه من خلال استراتيجية لكل نموذج، اللي تقريبا كلها تقريبا نفس الاستراتيجية مع اختلاف بسيط في وضع امر الخسارة وامر جني الارباح اللي بيعتمد على استراتيجيتك او خطتك للتداول. فالنهاردة بعد ما خلصنا كل النماذج، حبينا نجمع كل النماذج في محاضرة واحدة ونعمل زي مراجعة كاملة على كل النماذج، ومراجعة كاملة على التداول التوافقي بشكل عام. وإن شاء الله بإذن الله في أقرب وقت هيكون في كتاب، حاجة مبسطة كده هنتكلم فيه أو هيتكلم عن أساسيات تداول الهارمونيك، كل نموذج، شروط تحققه، استراتيجية التداول عليه، ونبذة مختصرة عن التداول التوافقي وبعض النصائح المهمة في التداول. فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم على الأساسيات أو المراجعة بتاعة اللي فات كله. فزي ما احنا عارفين، في مدارس مختلفة في التحليل الفني في الأسواق المالية، والمدارس ديت أو المناهج ديت أو المداخل بتاعة التحليل ديت بيلجأ ليها المتاجر عشان يقيم الوضع الحالي في السوق، وبالتالي هياخد القرار إما إنه يتداول في الظروف ديت أو إنه يستنى وينتظر فرص أفضل. ولازم كل متاجر وكل تريدر إنه لازم يكون عارف معرفة كاملة وجيدة لأساليب التداول اللي بيستخدمها عشان يقدر يحقق أقصى استفادة منها، وبالتالي هتضيف أرباح للحساب بتاعك اللي أنت فاتحه. فالأمر أو المسألة مش أمر سهل لو حبيت إنك تحقق الربح والنجاح في الأسواق المالية. عشان كده في إيكوتي جروب قررنا إن إحنا نعمل مجموعة من المحاضرات عن مدخل أو مدرسة من مدارس التحليل الفني، وهي مدرسة التداول التوافقي، ونقدم لكم المادة العلمية من خلال المحاضرات ومحاضرة النهاردة، وإن شاء الله من خلال الكتاب اللي هيصدر قريبا جدا، عشان نبقى قدمنا لكم المعلومات الكافية اللي تقدر تخليك تدرس المدخل ده بكل تفاصيله وكل معلوماته. فبالنسبة لي أو بالنسبة لناس كتير أو متاجرين كتيرة، مدرسة الهارمونيك أو نماذج الهارمونيك بيعد واحد من أفضل مدارس التحليل الفني اللي بتساعدك بشكل دقيق إلى حد كبير إنك تحدد مناطق الانعكاس المثالية، وبتدي لك كمان وبتوفر لك نسبة عائد إلى مخاطرة ممتاز جدا. وإن شاء الله في خلال محاضرة النهاردة هنتعرف على النماذج ومجموعة من الاستراتيجيات على النماذج ديت اللي هتحدد لي فرص التداول من خلال تحديد النماذج على الشارت. تعالوا في البداية كده نتعرف على ماهية التحليل التوافقي أو التداول التوافقي، نتعرف عليه كده. نماذج الهارمونيك في الفترة الأخيرة بقى أو فترة مش بعيدة يعني، أصبحت لها شعبية بتتزايد في الأسواق المالية، وخاصة في السوق بتاع العملات الأجنبية، وبيعتبر التداول التوافقي أو الهارمونيك أسلوب أو منهجية للتداول بيقوم باستخدام نماذج سعرية محددة
اللي هي النماذج بتاعتنا اللي احنا اتعرفنا عليها وهنتعرف عليها تاني النهارده عن طريق نيسا فيبوناتشي، واللي بتقوم بتحديد النماذج ديت بدقة على الشارت. ومن خلال أرقام فيبوناتشي اللي بتحدد لي النموذج، هي أرقام فيبوناتشي اللي هتحدد لي نقط الانعكاس اللي عالية الاحتمالية، اللي هي بنقول عليها الـ Potential Reversal Point أو الـ PRZ، المنطقة اللي فيها احتمال كبير إن السعر ينعكس منها. ومدرسة التداول التوافقي بتفترض إن المنهج بتاعها دوت زيه زي بقية النماذج اللي درسناها أو عرفناها في التحليل الكلاسيكي، زي الهيدن شولدر أو التوب دبل توب أو الدبل بوتوم أو الأوتاد أو المثلثات وهكذا. بتفترض إن النماذج بتاعت الهرمونيك دي زيها زي النماذج التانية، بتتكرر باستمرار على الرسم البياني. ونماذج الهرمونيك تعتبر نماذج انعكاسية، ممكن تبين لي احتمالية تغير اتجاه الأسعار، ممكن تكون التغير ده مجرد حركة تصحيحية مؤقتة أو حتى تغير في الاتجاه العام للأسعار. وزي ما قلنا إن بيتم التحقق من صحة النموذج عن طريق قياس حركة الأسعار بنسب فيبوناتشي. وزي ما قلت لكم في الأول إن عشان تقدر تتداول وتكسب أو تربح بشكل فعال من التداول بشكل عام وتداول النماذج الهرمونيك بشكل خاص، لازم يكون عندك فهم شامل لكيفية تكون النماذج ديت ومعرفة النسب الخاصة بيها، لأن بأي اختلاف صغير ما بين نسبة ومنطقة ممكن يغير لي نموذج معين إلى نموذج آخر مختلف بتختلف فيه منطقة الانعكاس. وبشكل عام تحليل الهارمونيك أو تداول الهارمونيك بيتم تطبيقه على أي إطار زمني وفي أي سوق مالي، مفيش حاجة بتقف قدام. تعالوا كده بشكل سريع ناخد نبذة تاريخية مختصرة عن التداول التوافقي. كانت أول إشارة للحديث أو الكلام عن التداول التوافقي كان في كتاب اسمه The Tunnel Through the Air للتريدر المشهور ويليام ديلبرت جان. لو حد بيتابع السوق او بيتابع تحليل اللي يفتكر زوايا جان والحاجات ديت، ده الشخص اللي اول واحد اتكلم عن التداول الهارمونيك في كتاب ليه سنة 27. جاي بعد كده حد اسمه هارولد ماكنلي جارتلي، كان هو اول واحد اشار لواحد من النماذج بتاعت الهارمونيك، واللي اتعرف بعد كده باسم جارتلي او جارتلي 222 نسبة الى رقم الصفحة اللي تم الاشارة فيها للنموذج في كتابه اللي صدر سنة 35 بعنوان Profits in the Stock Market. جاي بعد كده في السبعينات حد اسمه جيم هورست، برضو تريدر معروف، هو اكتر او هو اللي حط اكتر تصور شامل بيشرح جوهر او المضمون بتاع التداول التوافقي من خلال ورش عمل تتكلم عن الدورات السعرية للأسواق المالية. جه بعد كده بقى الشخص اللي هو يعتبر مؤسس مدخل أو مدرسة التداول التوافقي، وهو سكوت كارني، اللي ضاف عدد من النماذج بتاعة الهارمونيك في الفترة ما بين 98 ل 2001 أو لحد 2003 آخر نموذج اكتشفه على الشارت، وهو اللي قام أو عمل أو حدد نسب وقياس نماذج الهارمونيك. وزي ما قلت لكم هو يعتبر مبتكر مدرسة التداول التوافقي أو الهارمونيك. بعد كده ننتقل لمراحل تداول الهارمونيك أو التداول التوافقي، بيمر بثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى إن أنا أحدد الصفقة بتاعتي، وبغض النظر عن نوع أسلوب التداول فأول خطوة دايما بتكون هي إن أنا أحدد الفرصة المحتملة اللي أنا ممكن أخش وتريد عليها، واللي هي هنا في مدرسة الهارمونيك تحديد النموذج على الشارت. تاني مرحلة أو تاني خطوة إن أنا أنفذ الصفقة بتاعتي. بعد ما حددت النموذج بشكل دقيق وعرفت فين مناطق الانعكاس المحتملة، هبتدي أحط الأوردر بتاع الصفقة سواء بالشراء أو بالبيع، وده اللي بيعتبر بداية استراتيجية التداول بتاعتي.
نقطة الدخول، الستوب لوس، والتيك بروفيت. تالت حاجة بتيجي بعد الخطوتين دول هي إدارة الصفقة بتاعتي. بعد ما حددت النموذج ودخلت الصفقة، هاجي مرحلة إدارة الصفقة وفقا لقواعد محددة أنا بحطها لنفسي عشان أقدر أعظم الأرباح بتاعتي وأقلل الخسائر بتاعتي، اللي هي بنقول عليها إدارة رأس المال. إمتى أحرك الستوب لنقطة الدخول؟ إمتى هبتدي أحدد إن أنا أخرج من الصفقة إمتى؟ وهكذا. عدد العقود اللي أنا هدخل بيها، هل هدعم صفقات البيع أو الشراء بعد ما دخلت واشتريت، ممكن أشتري تاني وأكمل؟ وهكذا. هي دي إدارة الصفقة بتاعتي من مرحلة من مراحل التداول التوافقي اللي قلنا عليها: تحديد الصفقة، ثم تنفيذ الصفقة، ثم إدارة الصفقة. بعد كده هنتعرف على أدوات ممكن تساعدني إن أنا أحدد نماذج الهارمونيك على الشارت. مش كل الناس هتقدر تحدد النموذج على الشارت بمجرد النظر بس كده. وزي ما قلت في المحاضرات اللي فاتت، ان تداول الهارمونيك انا ما بستخدمش فيه اي مؤشرات من المؤشرات التقليدية الفنية، بل بستخدم فقط نسب فيبوناتشي او ارقام فيبوناتشي. لكن في اداة ممكن استخدمها ممكن تسهل لي ان انا اقدر احدد الشارت، النموذج على الشارت، وهو نموذج او عفوا مؤشر الزجزاج اللي موجود على الميتا تريدر. مؤشر الزجزاج ده بيرسم لي قمم وقيعان على الحركه السعريه بتاعت الشارت، وده بيسهل لي عمليه ملاحظه تكون النموذج، واللي بيكون زي ما احنا شايفين كده على الرسم قدامنا. الزجزاج اهو باين قدامنا، فبالتالي ممكن بعناية ممكن اشوف ده ممكن يكون في نموذج هنا، ابتدي اقيس هشوف هنا كام من الضلع دوت، وهنا في الكام. لا ممكن يكون ده عدى، ممكن يكون لا ما ينفعش. مثلا هنا مثلا ممكن يكون ده نموذج اي بي سي دي، ده فعلا نموذج اي بي سي دي. هنلاقي هنا مثلا بعد النموذج ده او في الضلع الاخير بتاع النموذج، هنلاقي فيه هنا نموذج بولش بات، وهكذا. يعني الاداه ديت من الميتا تريدر بقدر او بتسهل لي عملية ملاحظة تكون النموذج على الشارت. كده عرفنا ايه هو التحليل التوافقي او التداول التوافقي، عرفنا نبذة تاريخية مين هو مؤسس او مبتكر هذا المدرسة او هذا المدخل بين التداول. ودلوقتي عرفنا ان احنا ممكن نستخدم جنب نسب فيبوناتشي، ممكن نستخدم مؤشر الزجزاج اللي موجود على الميتا تريدر 4 او ميتا تريدر 5، اللي بيقدر يسهل لي ملاحظة تكون النموذج على الشارت. هنيجي بعد كده نتكلم على نسب فيبوناتشي اللي بنستخدمها في نماذج الهارمونيك. في عندي نسب أساسية ونسب مشتقة ونسب تكميلية. مش مهم نعرف ايه هي، ليه اساسيه وليه مشتقه وليه تكميليه، بس المهم اعرف ان هي دي النسب اللي اغلب نماذج الهرمونيك هنلاقيها فيه. يعني هنلاقي نسبه تصحيح فيبوناتشي 61.8، امتداد فيبوناتشي 161.8، هنلاقي 78.6، 88.6، 113%، 127%، 38.2، 50%، 141%، 200%، 224%، 261 إلى 361.8. دي كده النسب عرفناها، وعرفنا هرسم هعرف أطلع النموذج من الشورت إزاي. تعالوا بقى نخش على طول على أول نموذج معانا وتعرفنا عليه في أول محاضرة اديناها، وهو نموذج AB equal CD. هو نموذج سعري بيتكون من 4 نقاط، بحيث تشهد الحركة الأولية للسعر تصحيح جزئي بيتبعها حركة مساوية
بتنتهي تقريبا او تقريبا يعني بتكون قد الحركة الأولية، وبيكون النموذج ده هو الأساس لجميع نماذج الهارمونيك. ولازم تكون نسب فيبوناتشي عند نقط محددة عشان أقدر أحدد النموذج ويطلع نموذج سليم وصالح للتداول، وهتكون النقطة سي دايما هي اللي هتحدد لي نقطة اكتمال النموذج فين. يعني النقطة دي أو النقطة دي هي اللي هتحدد لي النقطة دي هتكون فين. فعشان كده لازم أكون عارف نسب فيبوناتشي بشكل جامد أو بشكل جيد. وبالرغم من أهمية الضلع بي سي اللي هو الضلع ده، إلا إن المستوى الأكثر أهمية هي نقطة اكتمال النموذج عند النقطة دي، واللي عندها بقرر إن كنت هدخل الصفقة ولا لأ. فنموذج الـ AB equal CD هو من أبسط نماذج الهارمونيك، بحيث أو بسبب إنه ما فيش شروط كتيرة بيتطلبها عشان أقدر أحدده على الشارت، وسهل جدا إن أنا أشوفه على الشارت قدامي. وزي ما احنا شايفين قدامنا كده بياخد نفس الشكل ده، 3 أضلاع، حركة أولية، تصحيح جزئي، ثم حركة مساوية تقريبا للضلع أو الحركة الأولية. تعالوا نعرف نسب فيبوناتشي اللي بتحدد لي النموذج، وبعد كده نتكلم ازاي بتكون النموذج. زي ما احنا شايفين في الجدول اللي قدامنا دوت، بنقول فيه ان لو تصحيح النقطة سي من الضلع AB كان 38.2، لازم يكون او تكون النقطة دي امتدادها عند من الضلع BC عند اما 224% او 261%. فزي ما قلت كده قدامكم ان النقطة سي هي اللي هتحدد لي النقطة دي هتكون فين. فقدامنا مجموع الجدول اللي قدامنا دوت بيحدد لي النسب اللي بيكون عندها سي عشان يكون النقطة دي بتكتمل عند نقطة الاكتمال بتاعت النموذج. يعني لو النقطة سي عند 50% لازم تكون النقطة دي عند 200%، عند 61.8% دي لازم تكون عند 161.8%، 78.6%، 127%، وأخيرا 88.6% عند 113%. فلابد إن أضلاع نموذج AB equal CD تتوافق مع نسب فيبوناتشي اللي احنا حددناها دلوقتي قدامنا. وعادة النموذج بيظهر لي علاقة متبادلة ما بين الأضلاع، يعني إن النسبة التبادلية لتصحيح النقطة C من الضلع AB بتشير لي عادة إلى إن النقطة دي أو النقطة اللي من المحتمل إن السعر يبتدي ينعكس من عندها، اللي بنسميها منطقة الانعكاس المحتملة اللي هي الـ Potential Reversal Zone الـ PRZ، واللي ممكن أدخل الصفقة منها. ومن الناحية المثالية أو الـ Perfect، لازم تكون النقطة C عند 61.8 والنقطة دي عند 161.8. هنا أقدر أقول على النموذج دوت إنه نموذج بيرفكت، وبقدر أترد عليه وبكون فرصته قوية جدا. برضو من الشروط اللي بتحدد لي أو بتقول لي النموذج ده بيرفكت إن تكون المدة الزمنية اللي خدها الضلع AB هي نفس المدة الزمنية تقريبا اللي خدها الضلع CD. فكده النموذج بيتكون ان السعر يبتدي يتحرك قدامي على الشارت، سواء هبوطا في النموذج البوليش او صعودا في النموذج البيريش،
حركة بتبتدي تتصحح بشكل جزئي ما بين المستويات 38.2 من عشرة إلى 88.6 من عشرة، وبعد التصحيح دوت بيبتدي النموذج أو السعر يتحرك في نفس حركة اتجاه الحركة الأولية عشان النقطة دي تكتمل عند 113% إلى 314% أو 361 اللي إحنا قلنا عليها في الجدول. بس إيه حكاية ال 314 ديت؟ أحيانا في بعض الحالات النادرة ممكن يوصل مستوى امتداد فيبوناتشي، عفوا هي ما بين 1.13% إلى 261، مش 361. فبنقول إن ممكن يوصل ل 314% في بعض الحالات النادرة، ممكن يوصل لها أو توصل لها النقطة دي. فقدامنا دوت النموذج الشرائي وده النموذج البيعي. عرفنا النسبة فيبوناتشي بتاعة تصحيح النقطة سي، والنسبة بتاعة امتداد تصحيح امتداد فيبوناتشي بتاع النقطة دي. نفس الكلام في البوليش، هو في البيريش، ولكن بعكس، هنا بشتري وهنا ببيع. تعالوا نشوف الاستراتيجية بتاعة التداول بتاعة نموذج الاي بي ايكوال سي دي. أول خطوة قدامنا هي نقطة الدخول. بعد ما بحدد نموذج على الرسم البياني، ببدأ أدور على الفرصة عند النقطة دي مباشرة أو قبلها بحاجة بسيطة، وبحط أمر دخول الصفقة عند المستوى ده، سواء عند النقطة دي أو قبل النقطة دي بحاجة بسيطة. ممكن البعض يستخدم الأوامر البيندنج عشان يدخل الصفقات، لكن بيفضل إنك تراقب حركة السعر عند المستوى ده وتدخل الصفقة بناء على ذلك، لأن ممكن السعر يتجاوز النقطة دي أو مستوى النقطة دي أو مستوى امتداد فيبوناتشي ويتذبذب فوقها أو تحتها شوية قبل ما يرتد السعر. فممكن وأنت لو حطيت الستوب بتاعك ممكن يتضرب وتضيع عليك الفرصة. دخلت الصفقة، أحط أمر الستوب لوس بتاعي فين؟ بحطه أعلى في حالة البيع أو أسفل في حالة الشراء، أعلى أو أسفل النقطة دي مباشرة وبعدد نقط قليل ومناسب. وزي ما قلت إن السعر ممكن ما يرتدش مباشرة من المستوى وتحصل تذبذب أعلاه أو أدناه ويبتدي يرتد أو ينعكس، أو ممكن لو النموذج بيرفكت جدا يديني إشارة برايس أكشن عند المستوى ده ويبتدي ينعكس مباشرة بدون أي تذبذب وأي حاجة. بعد ما حطيت الستوب لوس بتاعي هبتدي عاوز احدد التارجت بتاعتي فين. في اكتر من طريقة عشان احدد التيك بروفيت بتاعي. واحدة من الطرق ديت اني برسم خط فيبوناتشي على الضلع الاخير سي دي، واحط الاهداف بتاعتي عند مستويات 38.2 من عشرة، 50%، 61.8 من عشرة في المية إلى 100%. دي طريقة إن أنا أرسم فيبوناتشي على الضلع الأخير وأحط التارجتس بتاعتي عند 38.2، 50، 61.8 و100% من الضلع. أو ممكن أحط التارجت بتاعتي أو التارجتس بتاعتي عند التارجت الأولاني عند النقطة B، التارجت الثاني عند النقطة C، والتارجت الثالث عند النقطة A. فدي بناء على طريقتك انت في التداول واستراتيجيتك وخطة التداول بتاعتك. وتعالوا نتكلم على او نشرح على مثال عشان يبين لنا بشكل واضح. ده قدامنا الشارت بتاع خام برنت على الاطار الزمني اليومي، وزي ما احنا شايفين اسفل الشاشة على ايدنا الشمال في نموذج اي بي ايكوال سي دي، بحيث ان النقطة سي صححت عند 78.6 من عشرة هنا يت المستوى ده صحح من الضلع اي بي 78.6 من عشرة، فبالتالي
النقطة دي لازم تصحح أو تمتد إلى 127%. هنبص هنا نلاقي النقطة دي عند 127% بالظبط، وارتد ابتدى يرتد السعر منها، وهيكون دوت هو مفتاح دخول الصفقة بتاعتنا مع أول إغلاق لشمعة أعلى المستوى ده. الستوب لوس بتاعي هحطه تحت الدي مباشرة، هو الخط الأفقي الأحمر دوت. أما التارجت بتاعتي قلنا يا إما آخد من النقطة سي للنقطة دي في بوناتشي وأحط التارجت بتاعي عند 38.2 50% 61.8% و100%، دي ممكن أحط التارجت بتاعتي عندها، أو إني أحط التارجت بتاعي عند النقطة بي ثم النقطة سي ثم النقطة ايه. هنلاحظ ان السعر زي ما احنا شايفين كده ارتفع بطريقة كبيرة او بشكل كبير جدا، حقق لي كل التارجتس اللي انا حطيتها بالطريقة دي او بالطريقة دي. طب هنا ممكن تقول هل اسيب الصفقة شغالة ولا اخرج منها؟ فدي هتعتمد على، هتبص على الشارت هل ممكن اخرج بسبب مثلا في اشارة برايس اكشن ممكن تخرجني من الصفقة، هل ممكن بعد ما حققت تارجتس معينة احط احرك الستوب بتاعي واسيب الصفقة بتاعتي شغالة الى ان تحقق اكبر قدر ممكن من الارباح. فدي هتعتمد عليك انت، انت اللي هتحددها. كده خلصنا النموذج الاول اللي هو اي بي ايكوال سي دي. هننتقل للنموذج التالي وهو نموذج الموجات الثلاثة الدافعة أو الـ 3 Drives Pattern. هو ما بيختلفش كتير عن نموذج الـ AB equal CD. لو لاحظنا هنلاقي إن وبيزيد عنه بالجزء الأولاني، هنا هتلاقي فعلا في AB equal CD هنا اهوت زيه بالظبط، ونفس الكلام هنا. أربع نقاط رئيسية في الـ AB equal CD وثلاث أضلاع، لكن في الـ 3 Drives بتكون من ثلاث أضلاع وتصحيحين. هناك كان تصحيح واحد بس. وممكن نلاحظ النموذج على الرسم البياني من خلال إن أنت تشوف على الشورت مجموع من القمم الصاعدة أو القيعان الهابطة، ممكن يكون ده نموذج 3 Drives. وهتكون النقطة رقم 3 هي دي النقطة اللي بتحدد لي اكتمال النموذج. وتم الإشارة للنموذج ده في كتاب بتاع روبرت بريتشر الشهير بتاع مبادئ موجات إليوت، وزي ما احنا شايفين بياخد النموذج الشكل التالي: حركة على الشورت سواء هبوط أو صعود، ثم تصحيح جزئي عند النقطة ايه، ما يهمنيش هتصححت عند كام في المية. بعد ما تصحح النقطة ديت بيبتدي السعر ينعكس مرة تانية في نفس اتجاه الحركة الأولية، ولازم تكون النقطة 2 ديت رقم 2 عند مستوى امتداد فيبوناتشي إما 127% أو 161.8%. بعد ما يوصل النقطة ايه هيبتدي السعر يرتفع مرة تانية أو بينخفض مرة تانية، يصحح لي برضو تصحيح جزئي، برضو ما يهمنيش وصحح السعر هنا كام. بعد ما يصحح هيبتدي السعر يمشي في نفس الاتجاه الأولاني عشان يوصل للنقطة 3، ولازم تكون لو النقطة 2 كانت 127% لازم النقطة 3 تبقى عند 127%، ولو كانت عند 161.8% لازم النقطة 3 تبقى عند 161.8. ونفس الكلام بينطبق على البيرش فري درايفز، هي حركة على الشارت تصحيح جزئي ثم امتداد الضلع الثاني عند 127 أو 161 ثم تصحيح جزئي آخر ثم امتداد الضلع الأخير عند لو 127 هيطلع ده 127.
ولو 161 هتطلع دي 161 عشان اقدر اتداول على النموذج اللي قدامي دوت. طب ازاي اتريد على النموذج؟ اول خطوه دي الخطوات بتاعتنا ثابته، هي نقطه دخول ستوب لوس وتيك بروفيت. بعد ما بحدد النموذج على الشارت ببتدي ادور على الفرصه بتاعتي عند النقطه 3 او رقم 3 او قبلها مباشره، وبستنى برايس اكشن قوي عند المستويات دي وبتاع عشان ابتدي اخش الصفقه بتاعتي. تاني خطوه احط الستوب لوس بتاعي فين؟ في حاله الشراء بحطه اسفل النقطه 3 مباشره، وفي حاله البيع اعلى النقطه 3 مباشره. خطوه رقم 3 هي امر جني الارباح او التيك بروفيت بتاعي. برضو في اكتر من طريقه لتحديد التيك بروفيت بتاعي. احد الطرق ديت ان انا ارسم فيبوناتشي على الضلع الاخير ونفس الـ AB equal CD عند 38.2 50% 61.8 و100%. دي طريقة. الطريقة التانية إني آخد فيبوناتشي من أول الحركة لآخر الحركة وأحط التارجت بتاعي، آخد فيبوناتشي من أول الحركة أو من أول قمة في النموذج إلى أدنى قاع في النموذج، وعند 61.8 أحط التارجت بتاعي. وفي البيع برضو باخد من أدنى قاع إلى أعلى قمة وأحط التارجت بتاعي عند 61.8%. ممكن تدمج الطريقتين في جني الأرباح، ممكن تدمج الطريقتين بحيث ان انت تحقق اكبر قدر ممكن من الربح من اي نموذج من نماذج الهرمونيك. كده عرفنا شروط تكون النموذج وطريقة التداول عليه. تعالوا ناخد مثال برضو على الشارت ده، نموذج او نموذج 3 درايفز باترن بولش على فريم الديلي لزوج الدولار فرانك. هنلاقي فيه وصل الظل النقطة ايه؟ قلنا الحركة هي على الشارت، حصل تصحيح جزئي ما همنيش هو صحح قد ايه، ولكن من النقطة ايه للنقطة 2 امتداد الضلع وصل ل 127% من 1A الضلع 1A. فعشان استنى فرصتي لازم تكون النقطة دي عند 127، فهنلاقي السعر صحح وارتد مرة تالتة كون الضلع التالت B3 وعند النقطة 3 هستنى المستوى أو السعر هيوصل عند 127% من الضلع 2B وابتدي أدور على الفرصة بتاعتي وهدخل الصفقة مع أول إغلاق شمعة فوق المستوى دوت، أو استنى برايس أكشن قوي وأدخل الصفقة بتاعتي وأحط الستوب بتاعي زي ما احنا شايفين الخط الأفقي الأحمر تحت دوت تحت النقطة 3 مباشرة، والتارجتس بتاعتي هحطها زي ما قلنا بطريقتين، اما ان انا اخد فيبوناتشي على الضلع الاخير بي 3 وعند 38.2 50% 61.8%، او اني اخد من اعلى قمه الى ادنى قاع واحطه عند 61.8 التارجت بتاعي. هنلاحظ ان السعر ارتفع وبعد كده رجع عمل تيست لمنطقه الانعكاس، وده ممكن وارد يحصل، وبعد كده انطلق السعر يكون او يحقق لي كل التارجت بتاعتي. وقلنا انت اللي هتقدر تحدد ان كنت تخرج من الصفقه وتكتفي بالارباح اللي احنا حددناها ديت، او انك تسيب تحرك الستوب بتاعك بعد ما تحقق التارجت مثلا التالت هنا او التارجت دوت قبلها بشويه، تقفل جزء من العقود وتحرك الستوب بتاعك هنا وتسيب صفقتك بقى زي ما تجيب من ارباح، وانت كده كده كسبان حققت كل التارجتس بتاعتك وسايب الصفقة تحقق لك أكبر قدر ممكن من الأرباح. هننتقل دلوقتي لنموذج جديد وهو نموذج الجارتلي.
زي ما قلنا في بداية المحاضرة إن نموذج الجارتلي بيعود اكتشافه إلى متداول أو تريدر اسمه هارولد ماكنلي جارتلي في كتابه The Profits in Stock Market سنة 35، لكنه في الكتاب بتاعه ما حددش نسب فيبوناتشي اللي تبين لي النموذج، لكن جه سكوت كارني هو اللي حدد لي نسب فيبوناتشي الخاصة بنموذج جارتلي. وزي ما احنا ملاحظين هنلاقي ان النموذج بيتضمن بداخله او خلاله او في هيكله نموذج AB equal CD، وبياخد النموذج الشكل التالي اللي قدامنا ده، ياخد حرف شكل M في اذا كان بوليش او حرف W في لو كان نموذج فليش. تعالوا نعرف ازاي يتكون النموذج. بيبدأ السوق في التحرك سواء صعودا او هبوطا زي ما احنا شايفين قدامنا، سواء صعود او هبوط، والضلع اكس اي قد تكون اي حركة على الرسم البياني وملوش اي شروط محددة له، ويعتبر هو اطول اضلاع النموذج. بعد ما يوصل للنقطة A يبتدي السعر يصحح جزء من الحركة ديت من الضلع XA. لازم النقطة B توصل عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8 من الضلع XA، وبأي حال من الأحوال لا يمكن أو لا يجوز إن النقطة B تتجاوز في تصحيحها النقطة X، يعني مينفعش النقطة دي تتجاوز النقطة X وإلا يكون النموذج غير سليم او غير صالح للتداول. بعد ما بيوصل لمستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% بيكون اتجاه الضلع او الحركه التاليه عكس اتجاه الضلع اي بي، ولازم او يجب ان تتراوح النسبه بتاعه تصحيح فيبوناتشي من النقطه سي من الضلع اي بي ما بين 38.2 الى 88.6، والنسبه دي للنقطه سي هتكون تقريبا هي الغالبه في نماذج الهارمونيك للنقطه سي. الاختلاف هيكون في النقطه بي والنقطه دي. فبنقول تصحيح النقطه سي لازم يكون ما يتراوح ما بين 38.2% الى 88.6% من الضلع اي بي. ولو السعر عند النقطة C تجاوز النقطة A برضو بيكون النموذج غير سليم. من الناحية البرفكت لازم تكون النقطة C عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%، يعني نقطة B 61 ونقطة C 61. مش دايما او بالشرط لازم يكون كل النماذج بيرفكت، ممكن النموذج مبقاش بيرفكت وتدور عليه ويحقق لي التارجتس بتاعتي. إنها بنقول من الناحية النظرية البرفكت بيكون النقطة B عند 61.8 والنقطة C عند 61.8. بعد ما يوصل السعر النقطة C هيبتدي يكون لي الضلع الأخير CB، ولازم تكون النقطة دي عند مستوى امتداد فيبوناتشي ما بين 127% إلى 161.8% من الضلع بي سي، دي نسبة التصحيح الفرعي. اما نسبة الانعكاس الفرعي، اما نسبة الانعكاس الرئيسية ان هي لازم تكون صححت النقطة دي 78.6% من الضلع اكس اي، ونفس الكلام هيطبق على البيريش باترن. اهم حاجه في النموذج دوت ان النقطه دي التصحيح الرئيسي بتاعنا النقطه 78.6 تصحيح فيبوناتشي من الضلع اكس اي. وبرده من الناحيه البيرفكت تصحح النقطه او تمتد النقطه دي الى عند المستوى 161.8%، يعني تي بي 61 سي 61 دي 161.8 و 78.6 من الضلع اكس ايه
بيكون النموذج بيرفكت وقوي جدا للتداول. برضو جزئية ممكن تحسن لي او تخلي لي الفرصة قوية جدا، اني لو قست الضلع، لو قلنا ان في نموذج اي بي ايكوال سي دي في النموذج، لو النقطة سي وصلت التوافق بتاعها مع النقطة دي زي ما قلنا في الجدول بتاع نموذج اي بي ايكوال سي دي، وكون النموذج اي بي سي دي جوه النموذج، بيكون فرصة قوية جدا. ويا سلام لو توافقت او جت مع المستوى ده 78.6، بتكون فرصة قوية للشراء او للبيع. الاستراتيجية بتاعتنا مش هتختلف كثيرا عن نماذج الهارمونيك. الخطوة الأولى نحدد النموذج على الرسم عند مستوى 78.6%، ونبتدي نبحث أو ندور على الفرصة بتاعتنا عند المستوى دوت، النقطة دي أو قبلها مباشرة، بحط أمر الدخول بتاعي عند المستوى ده. تاني خطوة أمر وقف الخسارة بيكون أسفل النقطة إكس مباشرة. الخطوة الثالثة التيك بروفيت بتاعي، برضو في طريقتين لتحديد التيك بروفيت، اما اني ارسم فيبوناتشي على الضلع الاخير سي دي واحط التارجتس بتاعتي عند 38.2، 50، 61 و8 من 10 الى الهدف الكامل للنموذج او الماكسيمم تارجت بتاعي عند 161.8 من 10 امتداد فيبوناتشي من الضلع اي سي دي. الطريقة التانية ان انا احط التارجتس بتاعتي عند النقط بي وسي وايه، تدمج بينهم ماشي، حاجة كويسة جدا ان انت تحقق اكبر قدر ممكن من الارباح من تداول بنماذج الهارمونيك. تعالوا ناخد مثال. او قبل ما ناخد المثال تعالوا نرد على الاستاذ وليد، بيسأل بيقول هل البيع عند ملامسة النسبة المحددة ام لابد من ملامسة جميع النسب الرئيسية والفرعية؟ مش شرط يلمس كل النسب، انا اهم نسبة عندي اللي هي 78.6. السعر وصل عند 78.6، ادور على الفرصة بتاعتي وادخل الصفقة. لو توافق معاها المستويات دي بتقوي لي الفرصة بتاعتي أو بتدعم لي الفرصة بتاعتي. وبرده من ضمن الحاجات اللي ممكن تقوي لي الفرصة بتاعتي أدوات البرايس أكشن. يا سلام لو في مثلا في خط اتجاه صاعد هنا مثلا كده، يعني في هنا عندي البي ار زي نقطة انعكاس محتملة مع توافق مستويات فيبوناتشي مع خط اتجاه، بتبقى الفرصة قوية جدا. بالظبط، طالما رسمت الشارت النموذج على الفريم بتستنى نقطة الانعكاس على نفس الفريم، ولكن بتبقى عارف ان في المنطقة ديت هي نقطة الانعكاس بتاعتك اللي بيتوافق عندها المستويات اللي احنا حددناها وبتدعمها ادوات البرايس اكشن. استاذ مصطفى زي ما قلنا في بدايه المحاضره ان الهارمونيك بيطبق على كل الفريمات، مفيش نموذج او مفيش فريم افضل من الفريم التاني، بس يفضل يعني من الساعه وانت طالع، يعني ساعه 4 ساعات الديلي، نص ساعه ممكن، فكل الفريمات يمشي عليها الهارمونيك. تعالوا ناخد مثال ونشوف، وممكن نرد كمان مره على سؤال الاستاذ وليد. هنا زوج اليورو كندي على الفريم الديلي، هنلاقي الضلع اكس ايه حركة صاعدة على الشط، حركة عادية جدا ملهاش متطلبات محددة. عند النقطة ايه بيبتدي السعر يغير اتجاهه ويهبط او يعمل له هبوط لحد ما توصل النقطة بي عند 61.8% من الضلع اكس ايه. بعد ما يوصل النقطة بي هنلاقي السعر غير وجهته مرة تانية ويكون لي الضلع بي سي
واللي لازم النوتر سي يكون تصحيحها ما بين 38.2 من 10 الى 88.6 من 10، هنلاقيه صحح من الضلع اي بي 78.6 من 10. يبتدي السعر يتراجع مرة تانية، يكون لي الضلع الاخير في النموذج سي دي. هنلاقي ان النقطة دي وصلت، او شفنا نشوف هنا عند قلنا عند 78.6 من 10 من الضلع اكس اي، عند النسبة هي موجودة اهي 78.6 من 10، نزل تحتها وكمان نزل لمستوى منطقة الانعكاس الفرعية عند 127%. دي كده حققت لي، وعندي عمل لي برايس اكشن. الشمعة دي عملت برايس اكشن قوي. ولو شفنا نموذج اي بي ايكوال سي دي، هنلاقي ان النسبة 78.6 من 10 توافقت مع 127%. ادي تاني او تالت حاجات مدعمة وقوية هنقولهم تاني. تجمع مستويات فيبوناتشي، النسبة الرئيسية 78.6 من 10 والنسبة الفرعية عند 127%. ادي اول حاجة تدعم لي الشراء، عمل لي برايس اكشن شمعة قوية جدا فوق المستويات ديت. ادي تاني داعم للشراء. تالت داعم للشراء، ان لو قلنا ان النموذج بيتكون جواه على نموذج اي بي ايكوال سي دي، هنلاقي ان المستوى او النقطة سي صححت 78.6 من 10، فبالتالي النقطة دي لازم تكون عند 127%، عند 127%، ودي تالت داعم للشراء. نشوف كمان حاجة داعمة للشراء، لو رسمنا خط اتجاه صاعد هتلاقي حاجة بيرفكت وقوية جدا. أربع أسباب ممكن تخليني أشتري هنا. هدخل أشتري وأحط الستوب بتاعي تحت النقطة إكس، هنمسح الحاجات ديت، هحط الستوب بتاعي تحت النقطة إكس، أو ممكن أحطها تحت النقطة دي لو الفرصة قدامي بالشكل ده. فبالتالي عملت قللت الخسائر بتاعتي، وهحط التارجتس بتاعتي زي ما قلنا بنرسم فيبوناتشي على الضلع الاخراني. بحط التارجت الاولاني عند 38.2 50 61، والماكسيمم تارجت عند 161، هنلاقيه حققهم كلهم. او اني احط التارجتس بتاعتي عند نقطة بي والنقطة سي والنقطة ايه، ايا كانت الطريقة، اهم حاجة ان انت تحقق الربح من النموذج. تعالوا ننتقل لنموذج رابع، وهو نموذج الخفاش او الباث باتر. هنلاقي الاختلاف ما بينه وما بين الجارتلي ان النقطة A، النقطة B عفوا، بتصحح ما بين 38.2 من 10 الى 50% من الضلع اكس A. وبشكل عام كده النموذج البات بيكون عبارة عن إعادة اختبار عميق لمستوى دعم أو مقاومة سابق، واللي هنلاحظه دلوقتي لما نيجي نشرح على مثال. فبنقول الفرق ما بين البات والجارتلي إن النقطة بي بتصحح لي ما بين 38.2 من 10 إلى 50%. ولازم تكون النقطة بي صححت أقل من 61.8%، وزي ما قلنا بيفضل إنها تكون ما بين 38.2 إلى 50%. وما ينفعش زي ما قلنا في الجارتلي إن النقطة بي تتجاوز النقطة إكس، أو تصحيحها يتجاوز النقطة إكس، وإلا هيكون النموذج غير سليم. من الناحية البرفكت بيفضل إن النقطة بي تكون عند 50%. من عند النقطة بي يبتدي السعر ينعكس، وقلنا إن النقطة سي هتكون في أغلب نماذج الهارمونيك ما بين 38.2 من 10 إلى 88.6 من 10. ومن الناحية البيرفكت في الخفاش أو البات بتكون النسبة دي ما بين 50 أو عند 50 أو و 61.8 من 10%. ومن النقطة سي ما ينفعش تتجاوز النقطة A، ومن عندها بيبتدي
يتكون الضلع الأخير سي، واللي لازم يكون عند النقطة 68، عند مستوى التصحيح في بوناتش 88.6% من الضلع اكس اي، والنسب الفرعية بتكون ما بين 161.8 إلى 261.8 مستوى امتداد في بوناتش من الضلع بي سي. ومن ناحية البيرفكت، لو دي 50 ودي 50 أو 61، لازم تكون أو بتكون من البيرفكت عند دي، النقطة دي عند 200%. ولو حد متابع ومركز معايا من الأول، ليه ممكن تكون عند 200% البيرفكت أو الناحية المثالية؟ ناس مركزة، ممكن حد يقول لي ليه المستوى امتداد فيبوناتشي لو وصل ل 200% يبقى مستوى بيرفكت لنموذج الخفاش؟ أستاذ محمد يعتبر جاوب نص الإجابة. احنا قلنا إن نماذج الهارمونيك أغلبها بيتكون أو بيبقى في خلاله أو جواه نموذج اي بي ايكوال سي دي، صح؟ فلو النقطة سي صححت 50%، فاكرين الجدول بتاع الاي بي ايكوال سي دي، لو 50% لازم النقطة دي توصل عند 200%. فبالتالي لو وصلت عند 200% ودي 50%، فبيحقق لي او بيديني فرصة او احتمالية كبيرة ان السعر ينعكس من المستوى ده عند 200%. تمام، مظبوط، زي استاذ محمد عرفات ما كتب كده، 200% لو النقطة سي عند 50%. ونفس الحال هيطبق على النموذج البيرش. ازاي تداول على نموذج البات؟ مش هيختلف كثيرا زي ما قلنا وزي ما كررنا وزي ما عدنا عن بقية النماذج. هدور على فرصة الدخول بتاعتي عند النقطة دي عند مستوى 88.6، ولو توافق مع بقية أو مستويات فيبوناتشي هيكون حاجة كويسة جدا وقوية جدا، زي ما شرحنا على مثال اليورو كندي. فبدور على الفرصة بتاعتي عند مستوى 88.6 تصحيح فيبوناتشي من الضلع اكس اي، دي الخطوة الأولى بتاعتي. أحط الستوب لوس بتاعي تحت النقطة اكس مباشرة، والخطوة التالتة هحط التارجت بتاعتي زي ما قلنا بطريقتين اللي احنا قلناهم، عند أرسم فيبوناتشي على السي دي وأحط التارجت بتاعي 38 أو 55 و61، والماكسيمم تارجت عند 161.8 أو إن أحط التارجت بتاعتي عند النقطة بي والنقطة سي والنقطة اي. تعالوا ناخد مثال على نموذج الخفاش او البات باتر. ده زوج اليورو دولار على ال4 ساعات، وزي ما انتوا واخدين بالكم انا واخد على اكتر من فريم وعلى اكتر من زوج عشان نعرف ان النماذج اللي ممكن تطبق على كل النماذج وعلى كل الاسواق وعلى كل الفريمات. فهنشوف على ال4 ساعات اليورو دولار هيعمل ايه. حركة صاعدة اكس اي، نصحح جزء من الحركة دي عند 50% من الضلع اكس اي، السعر ينعكس مرة أولى أو يمشي في نفس اتجاه الضلع اكس اي، عشان النقطة سي تصحح لي عند 88.6 من الضلع اي بي. ولو نراجع، لو 88.6 لو اي بي ايكوال سي دي 88، لازم النقطة دي عند 113%. هنلاقي ان الضلع سي دي اتحرك، الضلع الاخير
وصلت النقطة دي عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 88.6 من الضلع اكس ايه، وكان قريب من مستوى ممتدات فيبوناتشي 161.8. هتكون نقطة الدخول بتاعتي هنا، والستوب بتاعي تحت النقطة اكس، والتارجت بتاعي عند 38.2، حققه 61 50 عفوا، حققه 61 وحققه، لكن الماكسيمم تارجت 161 ما وصلوش، وبدأ السعر ينعكس على ايه، او ممكن كنت احط التارجت بتاعي عند النقطة بي وحققه، وكذلك النقطة سي والنقطة ايه وحقق التارجت. ممكن زي ما احنا شايفين كده قوة التداول عن طريق نماذج الهارمونيك، وقد ايه بيحقق لي التارجتس وبنسبة عائد المخاطرة. وممكن مثلا لو حققت التارجت الاولاني ابتدي احرك الصوب بتاعي لنقطة الدخول، حقق التارجت التاني ابتدي احرك الصوب بتاعي، حقق التارجت التالت احرك الصوب بتاعي، حقق التارجت التاني احرك الصوب بتاعي مثلا لحد هنا، حققت كل التارجتس وقفلت جزء من العقود، وبقى جزء قلت هسيبه لو السعر كمل، ما كملش السعر بقى بيقفل الصفقة بتاعتي على ربح مش خسارة. أستاذ محمد، خلينا في النسب، بلاش لخبطة من النسب الجديدة دي اللي أنت بتقول عليها، خلينا في النسب المعتمدة أو المعروفة، وبعد كده نركز في الحاجات التانية. نموذج الخفاش له نموذج تاني مشتق منه، وهو نموذج الالترنيت بات باترن او نموذج الخفاش الممتد. الاختلاف بينه وما بين نموذج الخفاش العادي هتكون هي نقطة الانعكاس المحتملة او البي ار زي، او النقطة دي زي ما احنا شايفين النقطة بي صححت 38.2، البات العادي بتصحح 38.2، لكن بتوصل ما بين 38.2 إلى 50%، لكن هنا عند 38.2 بس. النقطة سي زي ما قلنا في أغلب نماذج الهارمونيك هتكون ما بين 38.2 إلى 88.6. الضلع الأخير سي دي هيكون عند 200% إلى 361.8% من الضلع بي سي، دي النسب الفرعية. أما النسبة الرئيسية اللي هي تكون النقطة دي عند 113، امتد السعر من إكس إيه عند 113% عند النقطة دي. وأغلب أو الشكل المتكرر أو النسبة المتكررة في نموذج الخفاش الممتد بتكون عند ما بين 261.8% إلى 314% عند النقطة دي من الضلع بي سي. دي تقريبا النسبة المتكررة بشكل كبير، لأن هنلاقي هنا ما بين 200% إلى 361%، هنلاقي النسبتين دول في النص ما بين النسبتين دول. المتكرر في الخفاش الممتد هي 261 إلى أو 314%، فهي دي النسب الفرق او المختلفة ما بين نموذج الخفاش العادي ونموذج الخفاش الممتد. تعال نبص على مثال قدامنا، نموذج او زوج الدولار ين على الفريم الويكلي. هنلاقي الضلع اكس ايه حركة صاعدة قوية، السعر عند النقطة ايه بدأ يصحح جزء من الحركة بتاعت الاكس ايه عند 38.2، كون لي الضلع بي سي واللي صحح من الضلع اي بي 78.6، والضلع سي دي الضلع الاخير هنلاقيه وصل عند، شوف النسبة ديت 261.8 و314%، السعر جه عندها وعمل ازاي وابتدى منها مباشرة. والنسبة الرئيسية بتاعتي اللي هي 313 أو 113% من الضلع XA
شوف السعر عند احترامها ازاي وفضل فوقها وارتفع السعر من مستويات 99 إلى مستويات 116 وبستوب تحت النقطة دي مباشرة في نموذج الخفاش. كنا بنحط تحت النقطة إكس لأن دي ما بتتجاوزش النقطة إكس، لكن هنا النقطة دي تجاوزت وامتدت عند 113 في 100، حاطين المستوى تحت النقطة دي وحاطين التارجت بتاعتنا عند 38 50 61 ومقدرش يوصل. هي دي الشرط ده يعتبر آخر حاجة، موصلش للماكسيموم تارجت عند 161 وتمانية من عشرة، ولكن حقق لي أرباح تتجاوز أكتر من 1600 نقطة. وستوب قليل حقق لي كل التارجتس بتاعتي، المينيمم تارجتس بتاعتي. تعالوا ننتقل إلى نموذج جديد وهو نموذج الفراشة. نموذج الفراشة نموذج إنعكاسي اكتشفه شخص اسمه برايس كليمر، الا ان سكوت كارني هو اللي حدد نسب فيبوناتشي بالظبط بتاعه النموذج سنه 98، وبيكون النموذج ده قوي جدا لما يكون السعر او المنتج او الاداه الماليه وصلت لمستويات مرتفعه جديده او مستويات منخفضه جديده. تعالوا نتعرف ازاي بيتكون النموذج. قلنا الضلع اكس ايه في كل النماذج بيكون حركه، اي حركه على سوق ملوش شروط محدده. عند النقطه ايه بيبتدي السعر يعني يصحح لي جزء من الحركه السعريه، ولازم تكون النقطه ايه النقطه بي عند تصحيح فيبوناتشي 78.6 من الضلع اكس ايه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بتجاوز النقطة تجاوز نقطة اي بي تصحيحها في تصحيحها النقطة اكس، وإلا هيكون النموذج غير سليم. من النقطة بي هيتكون الضلع بي سي، واللي قلنا وكررنا ان هيكون ما بين 38 و 88.6 في اغلب النماذج الهارمونيك، واذا تجاوزت النقطة اي بيكون النموذج غير سليم. من الناحية البيرفكت النقطة سي لازم تكون ما بين 50 الى 88.6. الضلع سي دي اخر اضلاع النموذج، ولازم تكون النقطه دي عند مستوى امتداد فيبوناتشي 161 بالنسبه الفرعيه ما بين 161 الى 224% من الضلع بي سي، ونسبه الانعكاس الرئيسيه النقطه دي لازم تكون عند 127% من الضلع اكس اي. هي دي المستوى المهم بالنسبة لي اللي هدور عليه او عنده على الفرصة بتاعتي. ازاي نتريد بقى على نموذج الفراشة؟ بعد تحديد النموذج هدور على الفرصة بتاعتي عند مستوى 127%، احط امر الستوب لوس بتاعي تحت الدي مباشرة، احط التيك بروف بتاعي زي ما قلنا بطريقتين، اما ارسم فيبوناتشي على الضلع سي دي احط عند 38 و2 50 61 والماكسيموم عند 161، او اني احط التارجت بتاعتي واحددها عند النقطه بي النقطه سي النقطه ايه. ما بتختلفش كتير عن النماذج اللي شرحناها من شويه. تعالوا ناخد مثال على نموذج الفراشه على زوج الاسترالي الدولار على الاربع ساعات. نلاقي الاكس ايه هبوط ثم تصحيح جزئي 72.6%، ثم يكون الضلع بي سي اللي وصل عند 61.8%، ثم الضلع الأخير سي دي هنلاقيه وصل عند 127% ووصل عند 161.8%، عشان لو شفنا إن النقطة سي صححت 161 النقطة دي وصلت
عند ال 167 عفوا و8 من 10 في 100. فالنموذج ده بيرفكت، ومعانا برايس اكشن قوي وهبوط دون انعكاس يحقق جميع التارجتس 38 و2 من 10 و61 و50 و161 كمان. فالبرايس اكشن مهم جدا معانا لما بتوصل او يوصل السعر عند البي ار زي او البوتنشال ريفرسال زون، منطقة الانعكاس المحتملة. ده نموذج الفراشة. هو ملوش نسبتين، هو انا عندي النسبة الرئيسية 127%. استاذ وليد عندي النسبة الرئيسية 127% والسعر فعلا وصل لها هنا اهو. من الناحية البيرفكت لو حصلت انه يتجمع عند 161.8 من 10 المستوى الاولاني، مع النموذج الرئيسي او عفوا المستوى الرئيسي، فده بيديني اشارة قوية للنموذج. لا انا فهمت قصدك يا استاذ وليد. لا هي الفراشة عند 107، كل النقطة دي من ضلع اكس اي بتبقى نسبة واحدة بس في كل النماذج. سيبك من في ناس تانية بتحسبها عند 121 127 او 161 من الضلع اكس اي، لكن لا خلينا 127% من الضلع اكس اي دي نموذج الفراشة. هنلاقي نموذج الجارتلي عند 78.6 من 10، نموذج الخفاش عند 88.6 من 10، نموذج الخفاش الممتد عند 113%، نموذج الفراشة عند 127%. جمعت معانا زي ما شايفين قدامنا كده نموذج، هنا هنلاقي نموذج اي بي ايكوال سي دي، لان النقطة سي صححت 61 فامتدت عند 161.8 من 10، فالنموذج ده بيرفكت وحقق لي كل التارجتس بتاعتي. وضحت الفكرة يا استاذ وليد؟ وضحت ولا لسه ما وضحتش؟ تمام، فاحنا نركز على نسبة واحدة بس اللي هي ال 127. تعالوا نروح لنموذج جديد وهو نموذج الكابوريا، واحيانا بيتقال عليه باللغة العربية كراب باترن او السلطعون او الكابوريا، ايا كان الاسم مش هيهمنا، هيهمنا الشكل بس والنسب بتاعته بنفسه. نموذج الكراب اكتشفه سكوت كارني في سنة 2001، وبيتميز النموذج ده بحركته الحادة في الضلع الأخير سي دي، وعادة ما بيكون النقطة دي وصلت عند مستويات أو مناطق التشبع البيعي أو الشرائي، بحيث بيكون امتداد فيبوناتشي للضلع اكس اي هو المستوى الأكثر أهمية زي ما قلنا كده، لأنه بيمثل منطقة الانعكاس المحتملة الرئيسية بتاعتي البي ار زي. بياخد الشكل اللي قدامنا ده. بيتكون النموذج ازاي او النسب بتاعته زي ما هي واضحة قدامنا، ضلع اكس اي دون متطلبات او دون شروط، بيصحح جزء من الحركه بتاعته عند النقطه بي، وبتكون ما بين 38.2 من 10 الى 61.8 من 10. فممكن يتشابه شويه مع في بدايته مع نموذج الجارتلي، لو وصل ل 61.8 من 10 ممكن اقول ممكن يكون لي نموذج جارتلي او ممكن يكون لي نموذج كراب. فنخلي بالنا من النسب كويس جدا عشان نقدر نحدد النموذج ده نموذج ايه. وتعتبر النسبة الأكثر شيوعا أو أكثر يعني في نموذج الكابوريا على الشارت بتكون 38.2 من 10 و50%. فنخلي بالنا إن النقطة بي ما بين 38.2 من 10 وهتلاقي 50% وهتلاقي 61.8 من 10. يعني ممكن في النقطة بي أقول إن ممكن يكون جارتلي أو ممكن يكون خفاش أو ممكن يكون كابوريا أو كراب. إنما لا يمكن يكون طبعا نموذج فراشة، لأن نموذج الفراشة بيوصل ل 78.6 من 10. من الناحية المثالية لازم تكون النقطة بي عند 61.8 من 10 في نموذج الكابوري. بعد ما بيصحح عند النقطة بي بيبتدي يكون لي الضلع بي سي اللي قلنا، وهنكرر تاني عشان نحفظ إن النقطة سي في أغلب نماذج أو كل نماذج الهارمونيك هتكون ما بين 38.2 من 10 إلى 88.6 من 10. لكن من الناحية المثالية بتكون عند
في الكراب عند 50% او 61.8%، او 50 و61 الاثنين دول. ومن النقطة سي هيتكون الضلع الاخير اللي هو اطول نماذج، اخر نموذج، اخر ضلع في النموذج واطولهم في النموذج، وبيكون عند مستوى امتداد الاول، عند مستوى امتداد فيبوناتشي 161.8 من الضلع اكس اي، والنسب الفرعيه بتكون من الضلع بي سي بتكون عند امتداد فيبوناتشي 101 او 261.8 الى 361.8. ومن الناحيه المثاليه النقطه دي بتكون عند 314 في المية. تمام كده، ونفس الكلام بيطبق على نموذج البيرش. ازاي هتريد عليه؟ بستنى فرصة الدخول بتاعتي عند مستوى 161.8 من الضلع اكس ايه، وابتدي ادور على الفرصة بتاعتي، احط امر الاستوب بتاعي تحت النقطة دي، ما ينفعش طبعا احطها تحت النقطة اكس لان خلاص هو تجاوزها، يعني النقطة دي احط تحت مباشرة ان الاستوب لوس بتاعي، اما التيك بروفيت بتاعي ف عشان اضمن اكبر قدر ممكن من الارباح احطه عند النقطة اكس، النقطة بي، والنقطة سي، والنقطة ايه، او باي طريقة انا احدد التارجت بتاعي. هرسم مثلا فيبوناتشي على السي دي واحدد عند 38 و52 و61 ايا كان في الطريقة، فبس المهم ان انا اقدر اتريد او احدد النموذج صح عشان اقدر اتريد عليه. تعالوا نبص على مثال، والمثال ده انا اتريدت عليه شخصيا على فريم الربع ساعة على اليورو دولار، نموذج بيريش كراب. هنلاقي النقطة بي صححت 61.8%، ثم النقطة سي صححت 78.6%، والنقطة دي امتدت الى ان وصلت الى 361.8 من الضلع بي سي، ووصلت ل المستوى 161.8 اهو، السعر اهو عنده وصل فين، شايفين البرايس اكشن الكبير ده او الشمعة الكبيرة دي. انا فرضا ان انا دخلت الصفحة بتاعتي مع اغلاق الشمعة دي وحطيت الاسطوب بتاعي هنا فوق النقطة دي، احط التارجت بتاعتي عند النقطة اكس حققها، النقطة B وحققها، النقطة C وحققها، النقطة A وحققها، أو إني أرسم فيبوناتشي على السي دي، أو مش هلحق أرسم بقى، أنا الربع ساعة هيجري على طول، فهحط التارجت بتاعي عند 38.2 و50 و60 إلى أن يحقق لي كل التارجتس بتاعتي. كده خلصنا نموذج الكابوري. في نموذج برضه مشتق من الكابوريا زي الخفاش كده، من الخفاش الممتد في نموذج الكابوريا العميق او الديب كراب، وبيختلف بس اختلاف واحد ما بينه وبين نموذج الكابوريا هو عند النقطه بي، انه لازم النقطه بي تكون صححت 88.6 من الضلع اكس اي، وبقيه النسب زي ما هي بالظبط. النقطة دي من النقطة من الضلع اكس ايه هتكون عند 161.8، والضلع بي سي بيمتد من 224 الى 361.8. 224 دي بس هي الاختلاف الوحيد، انه سبق شوية عن 261.8 في نموذج الكابوري، عامة بتبقى من 224 الى 361.8، وقلنا لو تجمعت المستويات الفيبوناتشي في مناطق قريبة من بعضها فده بيمثل لي اشارة قوية لدخول الصفقة بتاعتي. فهنبص على مثال، هنلاقي الضلع اكس اي صحح 88.6%، بعدها النقطة سي صححت 78.6%، امتدت النقطة اكس او النقطة دي صححت 161.8 من الضلع اكس اي، وقلنا ما بين 224% الى 361 هو اكتفى بال 161، دي النسبة الرئيسية بتاعتي او المهمة بتاعتي، دخلت الصفقة بتاعتي وحققت التارجت بتاعي، هنلاقي
ان الضلع او النقطه الريح بتاع عفوا التيك اوف بتاعت النقطه بي او النقطه اكس عشان متقاربين الى حد كبير، حقق لي تارجت اولاني، نقطه سي حقق لي تارجت تاني، نقطه اي حقق لي تارجت تالت، وكمان قلنا زي ما قلنا ان انا ممكن بعد مثلا حققت التارجت الاولاني هحرك الاسطوب بتاعي بعد ما كان فوق دي مباشره، احركه مثلا بعد ما حققت التارجت الاولاني احركه لنقطه الدخول، نقطه الدخول بتاعتي، ثم حققت التارجت الثاني ابتدي احركه للتارجت الاولاني، حققت التارجت الثالث بتاعي ممكن اسيب جزء من العقود شغال ويحقق لي اكبر قدر ممكن من الارباح. ده زي ما احنا شايفين كده الدولارين على ال4 ساعات. كده في الجزء اللي فات فيه اي استفسار او اي سؤال؟ احنا كده خلصنا النماذج اللي فيها تشابه كبير جدا مع بعض. الجزء الجاي هنتكلم على نماذج للهارمونيك بس مختلفة شوية عن النماذج اللي احنا ذكرناها من شوية. ففي اي سؤال او اي استفسار او اي حاجة ممكن مش واضحة اعيدها تاني في الجزء اللي فات؟ كله واضح؟ تمام تمام هنتكلم بعد كده على نماذج هارمونيك بتختلف في تكوينها شوية عن النماذج اللي فاتت. وأول نماذج ديت هو نموذج الشارك أو نموذج القرش. نموذج القرش هو عبارة عن موجة فاشلة أو موجة لم تكتمل زائد موجة دفعة زائد مستوى تصحيح فيبوناتشي 88.6. دي الثلاث حاجات الرئيسية اللي بتكون لي نموذج الشارك. والنموذج بيعمل بشكل ممتاز عند مستويات او مناطق اعادة اختبار نقاط مقاومة او دعم سابقة، زي ما نشوف دلوقتي عند النقطة 0.8 ممكن يكون ده دعم ويجي السعر عندها ويروح رادد او منعكس من عندها. بيتكون النموذج ازاي؟ هنشوف دلوقتي. بيبدأ السوق في التحرك سواء بالصعود او الهبوط، والنقطة زي ما احنا شايفين الصعود اهوت من هنا الترقيم بتاع النماذج بتاع النموذج دوت مختلف عن النماذج اللي فاتت، كنا بنبتدي بالاكس لكن هنا نبتدي بالزيرو. هنبتدي بالزيرو اكس، حركة عادية على الشارت سواء صعود او سواء هبوط. بيصحح جزء من الحركة ديت عند النقطة ايه، ومش مهم بالنسبة لي دي صحتها قد ايه، هي بتبقى موجة مش كاملة عند النقطة ايه. وإن كان الأغلب أو الناس أو أغلب المتاجرين بيقولوا إن ممكن توصل عند النقطة 38 تصحيح 38.2، لكن مش مهم بالنسبة لنا. بعد كده يبتدي السعر من عند النقطة A يحصل في موجة دفعة قوية بتكون بتوصل عند النقطة B، واللي بتكون عند ما بين على الأقل 113% إلى 161.8، ولازم يتجاوز 161.8 من الضلع XA. بعد كده الضلع الأخير بي سي، لازم النقطة سي بتكون عند على الأقل عند 161.8 ولا تتجاوز ال 224% من الضلع اي بي. والنسبة الرئيسية إن يكون الضلع صحح من الضلع أو النقطة دي صححت من الضلع 0 إكس أو إنه عفوا النقطة سي عند 88.6 من الضلع 0 إكس، أو قد تمتد إلى 113%، ممكن يرتد ليها أو يرجع لها أو يلمسها بديل ويرتد منها تاني السعر وينعكس سواء هبوط أو سواء صعود. إزاي نتداول على نموذج القرش؟ نقطة الدخول بتاعتي هدور عليها عند المستوى 88.6 أو 113%، بحط امر الستوب لوس بتاعي تحت النقطه زيرو، او ممكن احطها تحت النقطه سي لو وصل امتدادها ل 113%. اما التارجت بتاعي هحدده عند مستوى ارسم في بناتش على الدولار الاخراني، واحدده عند 50%، وهسألكوا دلوقتي ليه 50%.
تعالوا ناخد الأول مثال على نموذج الشارك، وبعد كده نقول ليه حددنا التارجت بتاعنا عند 50%. زي ما احنا شايفين قدامنا كده 0x ضلع وتصحيح عند النقطة A، ثم الضلع الـ ABB يمتد إلى 113%، ده على الأقل ومبيتجاوزش 161.8 من الضلع XA، ثم الضلع الأخير BC بيكون عند 88.6. بكون راسم 88.6 وراسم 113%، وبيمتد النقطة دي من النقطة ضلع B AB عند ما بين 224% أو 161 عفوا على الأقل إلى 224%، ما يتجاوزهاش، وأحط الستوب بتاعي تحت النقطة الزيرو. أو لو امتد السعر ل 113% ممكن يمتد شوية تحت هنا، فبحط الستوب بتاعي تحت النقطة سي، وبخش الصفقة بتاعتي وبحط التارجت عند 50% فيبوناتشي من الضلع بي سي. ليه بحط 50%؟ اللي ممكن يتكون لي نموذج تاني هو نموذج 05 عند المستوى 50%، يبتدي ينعكس السعر من المستوى ده عشان يكون لي نموذج اسمه 05. طب كسر السعر وتجاوز ال 50%، بسيب التارجت بتاعي مفتوح زي ما انا عايز اوصل لغايه النقطه بي ايا كان التارجت احطه فين. فنخلي بالنا لما بنتداول على نموذج الشارك عند المستوى 50%، بنخلي بالنا ممكن يكون السعر يرتد منه ويكون لي نموذج تاني هو نموذج الزيرو فايف، واللي هو نموذج تصحيحي فريد، بتكون نسبه تصحيح فيبوناتشي 50% هي نقطه اكتمال النموذج، وهو الى حد كبير هو نفس شكل نموذج الشارك، الاختلاف بس في 50%. وده هياخدنا الشكل اهوت، هتلاقي نفس النسب ونفس الشكل، ولكن الضلع الاخير سي دي بيكون عند 50%. نموذج الزيرو فايف بتداول عليه ازاي؟ نفس نموذج الشارك بالظبط. عند النقطة دي انعكس السعر وواضح قدامي ان في انعكاس للسعر، هحط الستوب بتاعي او هدخل النقطة بتاعتي، نقطة الدخول بتاعتي عند 50%، والستوب بتاعي اسفل النقطة دي او اعلى النقطة دي، يعني حالة البيع اعلى وحالة الشراء اسفل، والتارجت بتاعي بحطه عند النقطة سي. تعالوا ناخد مثال على نموذج 05، نموذج شارك اهو 0x موجة غير مكتملة، ثم امتداد الضلع AB عند 161.8، ثم الضلع BC وصل ل 224% من 160 على الأقل إلى 224% ما تجاوزهاش، وده السعر ينعكس، وصل ل 50%. نموذج 05 حطينا الستوب تحت النقطة دي مباشرة، والتارجت بتاعنا عند النقطة سي. ده نموذج الشارك ونموذج الزيرو فايف. تعالوا نتعرف على النموذج الأخير من نماذج الهارمونيك، وهو نموذج السايفر، وهو زيه زي نموذج القرش بالظبط. الاختلاف ما بين نموذج الشارك والزيرو فايف والسايفر ونماذج الهارمونيك اللي احنا ذكرناها في البداية، إن النقطة سي بتتجاوز النقطة A. في النماذج الهارمونيك الجارتلي، البات، الفراشة، الكراب أو الكابوريا، النقطة C لا تتجاوز النقطة A، وإلا يكون النموذج غير سليم للتداول بنماذج دي. لكن ممكن يكون عند يكون نموذج تاني هو سايفر أو شارك أو زيرو فايف. نموذج السايفر بي زي ما قلنا في بيت النماذج إن الـ XA حركة عادية على الشرط ملهاش شروط محددة. النقطة B بتصحح ما بين 38 إلى 61 من 8 من الضلع XA، ثم النقطة C بتتجاوز النقطة A وبتمتد إلى ما بين 113% إلى 141.4% في المية من الضلع AB،
وهنا ما بقيسش النقط الضلع الاخير النقطه دي من الضلع بي سي، ولكن بقيسه من الحركه الكليه للنموذج من الضلع اكس سي النقطه اكس للنقطه سي، وعن 78.6 من عشرة بحط او بدور على الفرصه بتاعتي. ويقال ان هذا النموذج هو الاعلى في نسبه نجاحه، عشان كده بيعد او يعتبر من النماذج المفضله لاغلب المتاجرين، وخاصه المتاجرين المبتدئين في التداول بنماذج الهامورك. هتداول عليه ازاي؟ هدور على مستوى 78.6 من عشرة من الضلع اكس سي، وهدور على الفرصه بتاعتي عنده، واحط الستوب بتاعي تحت النقطه اكس، واحط التارجت بتاعتي عند 38 و61، او ممكن احطها عند النقطه سي والنقطه او نقطه A والنقطه سي على التوالي. تعالوا ناخد مثال، ده شورت الذهب على الديلي. هنلاحظ صعود الضلع اكس اي تصحيح وصل ل 38.2 من 10، ثم امتداد الضلع بي سي الى 141.4 من 10، ثم ارتداد ونقطة دي بتوصل عند 78.6 من 10 من الضلع اكس سي، ودخلنا شراء وحققت التارجت بتاعنا عند 50% و66 او 38 كان ممكن نضيفه، او ممكن احط عند النقطة A وحققها وعند النقطة C وحققها. كده نكون وصلنا الى نهاية المحاضرة بتاعتنا، ولكن قبل ما نخلص تعالوا نبص على شوية نصايح كده مهمة لما نتداول على باستخدام نماذج الهارمونيك. زي ما مكتوب قدامنا كده، نماذج الهارمونيك لو تحديدها على الرسم البياني واستخراج فرص التداول منها هي الخطوة الأولى في التداول عن طريق التداول التوافقي. الخطوة الثانية هي تنفيذ الصفقة اللي احنا اتكلمنا عنها في كل نموذج، اللي هي استراتيجية تداول كل نموذج، وبالتالي ده ياخدنا للخطوة الثالثة، وهي ان انا احط مجموعة من القواعد اللي هتحكم عملية التداول بتاعتي باستخدام نماذج الهارمونيك. في السطرين دول احنا لخصنا الثلاث مراحل بتاع تداول الهرموني، حددت النموذج ونفذت الصفقه وبحط القواعد بتاعتي اللي هدير بيها الصفقه بتاعتي. وعن طريق التداول التوافقي بيحدد لي وسائل دقيقه وفعاله لتحديد مناطق انعكاس السعر الجيده او الحاسمه، وبغض النظر هتعتمد حركه السعر في المنطقه دي، وبالتالي نتيجة الصفقة بتاعتي سواء بالربح أو الخسارة على عاملين مهمين. أول حاجة رد فعل السوق عند منطقة الانعكاس اللي حددها النموذج، ورد فعلي أنا على حركة السعر عند في منطقة الانعكاس. يعني هشوف السوق أو الحركة هتعمل إيه عند المستوى ده، هيديني برايس أكشن أخش من خلاله، وهل هدخل عند الصفقة أو عند المستوى ده أو لأ. فتحديد نماذج الهارمونيك مش مهارة صعبة عشان تتعلمها، وبعد تحديدها وتطبيق نسب فيبوناتشي هتحدد الصفقة بتاعتي بناء على اكتمال النموذج عند منطقة الانعكاس المحتملة اللي هي الـ PRZ. عشان كده لازم نتعامل بصورة صحيحة مع الصفقة عشان نقدر نعظم من الأرباح بتاعتنا ونقلل حجم الخسائر. وفيما يلي بعض النصايح أو الإرشادات كده عن نماذج الهارمونيك التداول عن طريقها، هو ان مهم جدا ان احنا نراقب البرايس اكشن عند البي ار زي قبل ما نخش الصفقه بتاعتنا. تاني حاجه التزم بقواعد اداره راس المال اللي انا حطيتها عشان اقلل حجم المخاطره بتاعي، وبالتالي هعظم الارباح بتاعتي. تالت حاجه طبيعه حركه السعر في منطقه البي ار زي او اكتمال النموذج اللي عند النقطه دي بتكون او عاده بتحدد لي قوه الصفقه، وفشل السعر في الانعكاس من المنطقه دي بيشير لي او بيوضح لي ان الاتجاه بتاع الضلع الاخير هو اللي مسيطر على حركه السعر. رابع حاجه لازم تعرف ان الخساره جزء من التداول، وبالرغم من اغلبيه ان قلنا معظم او اغلب الصفقات نموذج هنوم بتوفر درجه عاليه من ردود الافعال القابله للتداول، او بتوفر لي
نسب احتمالاتها عالية جدا للانعكاس، إلا إن بمجرد اختبار المنطقة ديت أو اللي بنقولها المنطقة المميزة اللي هي الـ PRZ، إلا إن معظم أو بعض الصفقات ممكن تفشل في تحقيق التارجتس اللي احنا عايزينها. خامس حاجة، ما تخليش الخسارة بتاعت صفقة واحدة توقفك وانتقل للمرحلة التالية أو الخطوة التالية. تقولش يا أنا خسرت صفقة هقف عندها واقعد افكر انا خسرت ليه وما خسرتش ليه. لا، ما توقفش عندها وكمل، عشان لو وقفت عند كل صفقة مش هتكمل تريدنج وتبقى اول خطوات الفشل. لو انت مش متأكد من صفقة اقفلها او ما تنفذهاش اصلا، ما تخشش صفقة كده وخلاص. لازم تكون داخل الصفقة وانت واثق ومتأكد منها، عشان لو حققت التارجت تبقى مبسوط او فرحان بيها، وما تفرحش زيادة عن اللزوم وما تزعلش زيادة عن اللزوم. وحاجة مهمة كررناها كتير وقلتها كتير في المحاضرات اللي انا كنت بديها سواء هارمونيك او غيرها، انه لازم يكون في عندنا التزام وصبر، اهم حاجتين الحاجتين دول. اخر حاجة بقى هنقولها في محاضرة النهاردة، وهي ملخص اللي احنا قلناه كله في المحاضرة، جدول نسب فيبوناتشي للنماذج الهارمونيك. الجدول ده يبقى قدامنا عشان نقدر نحدد او نبقى حافظين النماذج بتاعت الهارمونيك. يعني نموذج الاي بي ايكوال سي دي، النقطة سي لو 38 لازم النقطة دي تكون كذا، والنسب بتاعتها هنا اهيت. النقطة سي لو عند النسب من النسب دي لازم النقطة دي تكون عند النسب من النسب دي. ثري درايفز او الموجات الثلاثة الدافعة، لو امتداد الموجة الأولى عند 127 يبقى لازم امتداد الموجة الثانية عند 127. امتداد الموجة الأولى عند 161.8 لازم امتداد الموجة الثانية عند 161.8. الجارتلي البي عند 61، الخفاش البي عند ما بين 38 و50، خفاش الممتد عند 38، الفراشة عند 78، الكابوريا عند ما بين 38 إلى 61، الكابوريا العميق عند 88، القرش النقطة بي عند ما بين 113 إلى 161، الزيرو فايف نفس الكلام، السايفر ما بين 38 و 61. فالجدول ده بيوضح لي بشكل مختصر كل النماذج في الجدول البسيط اللي قدامنا ده. فعشان اتريد لازم اكون حافظ النسب، وعشان اقدر احدد كل نموذج اكتمال ونقطة اكتماله فين عشان اقدر اتريد عليه. وبالتالي اقدر احقق اكبر قدر ممكن من الارباح واقلل الخسائر بتاعتي. افضل اعداد للزجزاج الديفولت اللي هو الاعداد اللي هو الاساس بتاعه. في النهايه حابب اعرف هل قدرت اوصل لكم المعلومه الكافيه او المفيده لكم بالدرجه الكافيه، وهل في اي استفسار او اي سؤال يا ريت لو تشرفوني وتسالوني. بارك الله فيك يا استاذ وليد. شكرا ليك يا استاذ محمد السالم، بشكرك جدا. استاذ اسامه نور الدين برضو بشكرك. مفيش اي استفسار، مفيش اي جزئيه غير واضحه. ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت ممكن هيكون في كتاب، محاضره النهارده دي ان شاء الله هيكون في كتاب بشكل زي مرجع علمي كده، هيكون متوفر ان شاء الله عندنا على الموقع ايكوتي. ان شاء الله الكتاب هيكون في اقرب وقت ممكن هيكون موجود على المتابعه والموقع عندنا ان شاء الله، وانا ان شاء الله هكون عن طريق الحساب بتاعتي باذن الله هكون هنوه عن وجود الكتاب باذن الله، وتابعوا دايما على طول حسابات ايكوتي جروب. ان شاء الله الاول ما الكتاب هينزل هتلاقوا موجود على الموقع إن شاء الله بإذن الله.
ان شاء الله. بس لما ينزل الاستاذ استاذ اسامه هيكون موجود على الموقع ان شاء الله. تابع بس حساباتنا على التويتر ايكويتي وعلى الفيسبوك، هتلاقي باذن الله اول ما ينزل الكتاب هتلاقي الحساب بتاعتنا نويت ونشرت ان الكتاب نزل باذن الله. استاذ وليد بيسال بول اكس بدون اي بي سي دي متى نكتفي؟ نكتفي من ايه بالظبط؟ قصدك الاهداف بتاعتنا ولا ان شاء الله؟ هو لسه ما نزلش على الموقع بس بينزل على الموقع قريب باذن الله. شكرا ليك يا استاذ ابراهيم. مش فاهم برضو السؤال بتاعك يا استاذ وليد. تمام استاذ اسامه، انت متابع القناه بتاعتي ولا؟ شكرا ليك. لحد دلوقتي برضو ما مش فاهم سؤالك والله يا استاذ وليد. متى ما نحط اكس؟ هو الاكس دي بنحطها مع النماذج اللي هي ما بعد الاي بي ايكوال سي دي. استاذ وليد بس لو توضح السؤال بتاعك بالظبط عشان اقدر اشرح لك او اوضح لك اللي انت عايزه. ان شاء الله باذن الله لما الكتاب هينزل بإذن الله هيوضح حاجات كتيرة جدا، كل حاجة كده واضحة. أنا بس هبقى حابب بس أعرف بس كان في حاجة واضحة تاني قدامكم في الشروحات اللي أنا وضحتها قدامكم. تمام، أنا بشكركم وبشكر حسن استماعكم وإن شاء الله انتظرونا في مزيد من المحاضرات مع إيكويتي جروب. شكرا.